لا اكيد وراها حاجة القطة دي يا جماعة، الموضوع كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة. والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو كابتن مارفل. كابتن مارفل كنا بالفعل عملنا له تيزر رياكشن للتيزر الأولانية اللي نزلت من شهرين ونص تقريبا، وساعتها اتكلمنا عن التريلر وعن انطباعاتها، وبعدين قعدنا نوقف فيها مشهد بمشهد ونتكلم عن تفاصيل وحاجات زي كده، واتكلمنا كمان عن السيناريو والإخراج وفريق التمثيل والحاجات دي كلها. المرة دي طبعا مش هنقعد نعيد الكلام ده كله، المرة دي بس هنقتصر على انطباعات التريلر وبعدين برضو نعدي عليها مشهد بمشهد. اما معلومات الفيلم ورأيي فيها والكلام ده كله هحط لكم لينك ليه في كارد هنا، ممكن تدوسوا عليه وتعرفوا كل حاجه. التريلر بتاع كابتن مارفل تسخينه مهمه جدا للتريلر الاهم والاعنف والاكثر ترقبا المنتظره بكره ان شاء الله بتاعه افنجرز 4. الفيلم ابو من غير عنوان لغايه دلوقتي، ابو من غير بوستر، ابو من غير كل حاجه، ومن الواضح ان هم هيرموا كل حاجه علينا مره واحده، وطبعا ضروري هعمل لها تريلر رياكشن. وعشان بس نظبط مواعيدنا، هي منتظره بكره في برنامج جود مورنينج امريكا، ده بيشتغل عندهم من 7 الصبح ل 10 تقريبا، اللي هي عندنا بتوقيت مصر من الساعة 2 ل 4 العصر تقريبا. امتى بالظبط جوه البرنامج محدش عارف، بس عموما انا في الساعتين دول هقعد هنا هلبس لبس الشغل واحضر العده واقعد ريفرش لغايه لما تطلع قدامنا واضرب عليها رياكشن على طول، عشان دي ما ينفعش تتحرق باي شكل من الاشكال، ما ينفعش نعرف عنها اي معلومات قبل ما نشوفها مع بعض. زي التريلر دي بالظبط اللي كالعاده ما شفتهاش ولا مره، هشوفها معاكم دلوقتي لاول مره، فيلا بينا. Skrulls are the bad guys. And you're a Kree, a race of noble warriors? Heroes. Noble warrior heroes. Your life began the day it nearly ended. We found you with no memory. We made you one of us so you could live longer, stronger, superior. You were reborn. I keep having these memories. Something in my past is the key to all of this. You know how to fly this thing? We'll see. That's a yes or no question. Yes. Would you like to know what you really are? I think I had a life here. What aren't you telling me? You've come a long way. But you're not as strong as you think. This war is just the beginning. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. Aren't you the cutest little thing? Aren't you cute? And what's your name, huh? Fury. I'll be back. ايه موضوع القطه ده؟ بيحمل معاني اخرى يعني، الناس بقى ليه حاجه تانية اكتر ما شفتها، نوع ممكن نقعد ندقق في الاسم وكلام زي ده. تريلر حلوه للي ما كانش يعني الشوق اكله وابتدى يدور لوحده زي حالاتي كده. انا بصراحه طبعا في حاجات كتير هنا ما اتقالتش في التيزر الاولانيه، بس انا من ساعه لما سمعت عن الفيلم وعرفت ان نازله له تيزر وكلام زي ده عشان اقعد اتكلم في حلقه يعني، قعدت اذاكر فعرفت مين هم الكري ومين هم السكرال وايه هو الموضوع وكلام زي ده. السؤال الوحيد اللي كان فاضل عندي هي اتشفطت فوق ازاي، لان دي معلومه ما كنتش عديت عليها، ومن الواضح انهم هنا بيقولوا هي غالبا يعني حصلت لها حادثه في طياره لما كانت طياريه
اللي هي بايلوت يعني، وكراشت عندهم وفاقده الذاكره، وربوها بقى وعملوها واحده منهم من اول وجديد، اللي هم الكري المخلوقات الفضائيه والكلام ده كله. برضو التفاصيل بتاعت الحاجات دي كلها اتكلمنا فيها في التيزر رياكشن. غير كده تقريبا انا عارف كل حاجه. فبالنسبه لي التريلر دي يعني مجرد تاكيد على بعض الحاجات اللي هعدي عليها معاكم دلوقتي وبتاع، لكن عموما تريلر كويس، ما في مش هتخليني اقعد اسقف بوداني يعني، بس كويس. والمشهد ده كنت اتكلمت عليه سخريه في التيزر رياكشن وكلام زي ده، والناس برضو وضحت لي في الكومنتس ان دول سكرالز، دول بقى اللي بينزلوا الارض، اللي هم تو ريسس في خناقه يا جماعه، في حرب يعني، الكري والسكرال. السكرال دول عندهم الشيب شيفتنج ابيليتي، فكره ان هم غيروا شكلهم وبتاع، فتيتا دي شريره يعني. طب ازاي الناس تتفرج على ده وما تضحكش؟ مش فاهم يعني. زي ما اتفقنا برضو في التيزر رياكشن، الدنيا هنا من حيث التجربه البصريه وشكل الشخصيات والحاجات دي كلها ملمسه شويه مع جارديانز اوف ذا جالاكسي، والاسباب واجهه، لان الكري نفسه تم تقديمهم في Guardians of the Galaxy من خلال شخصية رونن، واعتقد الشخصية كمان مش فاكر اسمه اللي كان عامله جيمون هونسو لو انا فاكر صح، هو ده. بس هما ايه، ما وقفوش عنده شوية يعني، دي لما وقعت عندهم، لما كراشت عندهم بقى منظر Guardians of the Galaxy قوي. أنات بينينج كنا اتكلمنا عنها في التيزر رياكشن وما كانتش ظهرت فيها خالص، المرة دي بتظهر اهو، من الواضح ان هي واحدة من الكري من القيادات يعني، وعملوا لها نقل امبي في دمها علشان تفضل عايشة. live longer stronger superior، ده اللي بيخليها سوبر هيرو من الاخر يعني. والبتاعة اللي على دماغها فوق دي يوندو شوية يعني، عندها حاجه ليها دعوه بالموضوع. يمكن ده اول فيلم في المارفل سينماتيك يونيفرس اللي نقدر نقول ان نيك فيوري سامويل ال جاكسون فيه قايم بدور بطوله، مش دور يعني الدور الثاني بشكل مباشر، هو عينيها ودليلها في كل حاجه في الموضوع. واتصور ان الليله دي كلها بدايات شيلد بقى، من الواضح ان في كيمياء حلوه هتبقى ما بينهم كمان. انا بيتهيالي ان الفيلم ده هيشتغل على الثلاث محاور، المحور الرئيسي لازم هيكون صراع خير وشر مباشر، في فيلن وفي هي وفي تهديد وفي كلام زي ده. المحور الثاني الماضي بتاعها، الحاجات اللي هي هتبتدي تفكر فيها وعايزه تفتكر بقى هي كانت مين وحياتها كانت ايه قبل ما تتشفط فوق، وموضوع ازاي بقت في الطيران وازاي بقت الكلام ده كله، وطبعا في اسرار هتتكشف من ورا الموضوع ده كله. والمحور الثالث بتاع اليونيفرس بتاع الام سي يو بقى، بتاع تربيطه الفيلم ده باللي احنا وصلنا له بالفعل في افنجرز 3 والكلام ده. عايزين نفهم اهميه الامبي اللي بينزفوه ده بقى مش جارديانز اوف ذا جالاكسي، ده جرين لانترن الصراحه. جود لو ظهر في التريلر اللي فاتت، عارفين ان هو موجود في الفيلم. مش ده رونان يا جماعه اللي واقف بظهره ده؟ بن مندلسون برضو عارفين ان هو موجود في الفيلم، بس ما ظهرش في التريلر الاولانيه، وانا كنت متصور ان هو فضائي بصراحه، لكن من الواضح ان هو او يمكن يكون سكرال، مش عارف يعني. I'm not gonna fight your war. حضرتك بتكلمي مين؟ ولا انا ما خدتش بالي من سياق الحوار ولا ايه بالظبط؟ فاضل لها 2 فولت وتنور. ام جانا اندت. اه لا دي مش بتنسحب، دي بتحط عليهم يعني. يديني في الجرافيكس، جرافيكس كتير، ما بحبش الجرافيكس الكتير. ايه بقى موضوع القطه ده؟ عايز افهم. كيورست ايه بقى ده مستحيل اعرف اقرا الكلام ده. ده محتاجه بقى تحليل بتاع. استهيألي في حاجه مكتوبه هنا ليها معنى. اظن يعني، عشان انا يعني ايه بقى مرتاب يعني. لها وراها حاجه القطه دي يا جماعه. مارس. كلام كويس، ما عنديش حاجة تقفلني من الفيلم في التريلر دي ولا حاجة تزود حماسي الحقيقة يعني، هو زي ما هو. كان عندي يعني تحفظ بس على ان فريق البطولة مش مرعب قوي، هي بري لارسون، سامويل جاكسون، الباقيين الكويسين اللي احنا عارفينهم دول من الواضح ان ادوارهم صغيرة، مش هيقعدوا معانا كتير وكلام زي ده. فزي ما احنا نسبة ترقبنا 10 من 10 برضو، مفيش اي حاجة تقفلنا لحد دلوقتي يعني. في انتظار التريلر الكبيرة بكرة ان شاء الله، وضروري ضروري ضروري هكون معاكم. ده رأيي ودي انطباعاتي ودي درجة ترقبي، الأهم منهم رأيكم وانطباعاتكم ودرجة ترقبكم، يا ريت تساهموا بيهم في الكومنتس. ولو تعرفوا حاجة عن موضوع القطة ده، ولا موضوع القطة ده واكل دماغي جدا محتاجين نعرف حاجة عنه يعني، يا ريت تقولوهم في الكومنتس. ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز، وباي باي.